نروح مع حضراتكم لواحدة من الفعاليات الثقافية اللي حصلت بمشاركة 10 دول في الحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وهي انطلاق ملتقى الطفل الأفريقي 7 اللي اجتمع فيه الأطفال وقدموا ثقافتهم وفنونهم في خطوة لبناء أجيال منتمية للقارة السمراء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا الملتقى. معنا على التليفون دلوقتي الأستاذ محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل. صباح الخير عليك يا فندم، وبداية نتعرف مع حضرتك أكتر عن الملتقى، وإمتى بالضبط انطلق هذا الملتقى وعدد الدول المشاركة في السنة دي؟ صباح الخير على حضراتكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين، وحضرتك بخير. وصباح الخير على أطفالنا وأطفال العالم العربي وأطفال أفريقيا اللي بيتابعونا. وفي الحقيقة هو الملتقى 7 بيقام في شهر يونيو دائما، وبنقيمه في الحديقة الثقافية بالتعاون ما بين العلاقات الثقافية الخارجية ووزارة الخارجية. بنبعت للعلاقات بنطلب منهم ان احنا عايزين نقيم الملتقى، فبيبدوا او في مخاطبة الخارجية فبتخاطب الدول اللي عايزين يشاركوا في الملتقى، فبنتلقى مين هيشترك معانا يعني، وبنبدأ نتواصل معاهم ونقول لهم ايه المطلوب. وطبعا المطلوب اللي هو ان الاطفال تشارك بثقافتها من خلال ما تقوم به من خلال ثقافة وفنون وإبداع وأداب، علشان يكون في نوع من تبادل الثقافات. الله ينور على حضرتك، على أساس يبقى في نوع من التبادل. يبقى مثلا بنشوف القرآن السوداني، بنشوف قرآن المغربي، بنشوف أغاني تونسية، بنشوف رسوم من جنوب السودان أو من السنغال إلى آخره يعني. فكان فيه مجموعة من الدول طبعا أرسلت اللي هي هتشارك، وإحنا عندنا أصلا كمان الحمد لله يعني مسابقة كبيرة جدا اسمها مصر في عيون أطفال العالم، فبنجتزئ منها مصر في عيون أطفال إفريقيا، وبنعمل معرض لرسوم أطفال إفريقيا، وده كان الحمد لله فيه شارك فيه مجموعة كبيرة من الدول. يعني كان شارك في المعرض ده برسومات للأطفال من المغرب وتونس وليبيا والجزائر والسودان وجنوب السودان والسنغال والكاميرون ونيجيريا، وأيضا من موريتانيا كمان ومن موريشيوس. وافتتحنا المعرض كان معنا في الحقيقة مجموعة من ممثلين للدول، كان حضر نائب السفير السوداني وايضا المستشاره سلمى المرتجى من المغرب، وايضا من ليبيا ام العز الفارسي، وايضا ممثلين بقى من دول مختلفه. يعني دول ابرز الشخصيات الدبلوماسيه اللي حضرت. وبعد كده فتنا على معارض بقى الدول، كل دوله في الحقيقه كانت عامله ايوان محترم جدا بيعبر بقى فيه عن ثقافتها، ويعني كانت المغرب عامله حاجه حلوه قوي، والسودان والسنغال كانوا عاملين حاجات كويسه قوي داخل المعارض دي. عظيم. استاذ محمد، اهميه ده ايه بالنسبه للاطفال، مساله تبادل الثقافات؟ هو طبعا انت يعني انت من الاول بتحط لبنات للمحبه ما بين اطفال حضرتك وما بين اطفال العالم كله، يعني بمعنى او ما بين اطفال القريبين او الاكثر منهم او المشتركين معاهم في مصير مشترك. يعني يعني في اولا في مجموعه من الدول العربيه، فيبقى لما يبقى يجي اطفال يقابلوا اطفال مصريين، والحمد لله كان في عدد كبير جدا من الاطفال في الحديقه الثقافيه كانت مزدانه زي ما بيقول باطفال افريقيا بشكل جميل جدا، يعني من الاشكال والالوان والثقافات والتنوعات. انت بتعمل علاقه يعني بعد كده بتنمى ما بين هؤلاء الاطفال وما بين الاخرين، مش مهم يكون الطفل ذاته، ولكن بتنمى ما بينه وما بين اطفال الدول الاخرين. وفي الحقيقه احنا مهم جدا ان احنا نركز مش مع اطفالنا بس، مع اطفالنا واطفال العالم، لان هو ده المستقبل في الحقيقه، هي دي الناس اللي هتتعامل مع بعض في المستقبل القريب يعني. فلما يبقوا عارفين ان دول اخواتهم في القاره، قارتهم القاره السمراء في افريقيا، ودول اخواتهم في العالم العربي، اعتقد ان الامر هيبقى برضه مختلف وكويس جدا. ولذلك لو احنا رجعنا بالتاريخ لورا، مجموعه من التحالفات اللي كانت معموله ما بين الدول زي مثلا عدم الانحياز، جامع الدول العربيه، الجامع الاسلاميه الى اخره، كل ده بيعمل حاله جيده جدا من التعاون ما بين الاطفال وما بين احنا في المستقبل ككل. ولذلك يعني احنا لنا اسوه في منتدى شباب العالم في الحقيقه،
اللي للاسف تشرف عليه. اكيد هؤلاء الشباب اللي من كل حته من العالم بيحملوا لمصر يعني في قلبهم وفي عقولهم حاجات كثيره جدا حلوه ومحترمه، اكيد هيبقوا يعني زي ناس زي سفراء ليك في بلادهم من خلال مجيئهم هنا. فما بالك بقى لو انت عملت مع الاطفال ده، انت بتحفر في جواهم محبه هذا البلد في المستقبل بشكل كبير جدا يعني. طيب استاذ محمد، انا عايز اسالك، بما انه يعني الاطفال طبعا عمرها صغيره غير الكبار، ايه التفاعل يعني، ايه الاحداث اللي ممكن تشدهم اكتر داخل الملتقى؟ هل ورش عمل مثلا؟ هل ممكن عروض ازياء؟ بنتكلم في مثلا يعني فنون تشكيليه؟ ايه الحاجات اللي ممكن تشدهم اكتر علشان يروحوا يتعرفوا على ثقافه دوله اخرى؟ اللي حضرتك قلتيه ده كده بالظبط، بمعنى ان الازياء المختلفه بتخلي الطفل منبهر. هو الطفل السوداني لابس كده ليه؟ هو الطفل المغربي ملابسه كده ليه؟ هو الطفل الليبي شكله لابس بالطريقه دي ليه؟ لو بصيتي الملابس الشعبيه اللي موجوده عند كل طفل بتختلف من طفل لاخر. يعني ودي حاجه حلوه قوي يعني هتبصي ده رقم واحد. رقم اثنين برضك طرق الغناء اللي موجوده مختلفة من بلد لأخرى، يعني هتلاقيهم برضك في تراث مختلف ما بين الدول وما بين بعضها، فبرضك ده بيشد الايه؟ بيشد الأطفال بشكل أو بآخر يعني. الورش اللي هي اللي اتعملت برضك في الأطفال شاركوا فيها بشكل كويس، يعني كان في ورش تدوير، ورش رسم إلى آخره. برضك الحاجات الموتيفات الصغيرة اللي هي اللي موجودة زي مثلا حكايات العرس السودان، مثلا حكايات العبايه المغربيه مثلا اللي كانوا لابسينها الاولاد الصغيرين، كل ده بيشد وبيعبر عن بلد. ولذلك احنا نتمنى ان يبقى في زي خاص لنا، ويعني مثلا بس قعدنا نفكر فيه ممكن يبقى ايه بالنسبه لنا. من مصر فيها تنوع ثقافي مختلف، فتلاقي انك انت عندك تنوعات ثقافيه مختلفه، يعني هتلاقي الطفل البدوي هيبقى له زي، وعندنا ازياء كتيره من التراث كمان، نعم الطفل الفلاحي له زي جميل، الطفل الصعيدي له زي، فتلاقي في مجموعه مختلفه. هذا التنوع الثقافي والثراء اللي موجود في مصر مخلي في كل منطقه في مصر ان كل طفل فيها له زيه، وده في النهايه حاجه جميله يعني. طبعا بكل تاكيد احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافه الطفل.